والخطوة اللي جاية إن شاء الله المفروض إنها هتكون استدعاء أحمد حسن. محامي سامة محمد يكشف تفاصيل القضية اللي رفعتها ضد أحمد حسن. خلينا لكل مقال مقام أحسن يعني. قدمنا البلاغ لمباحث الانترنت والبلاغ اخذ لاقى اهتمام يعني، وتم الفحص والتحري عن الرقم اللي تم طرحه ليهم اللي كان بيتم منه التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الواتساب، وطبعا اللي كان منشور على الانستجرام، وتاكدوا بان الحديث صحيح وان الرقم ده يخص فلان الفلاني. طبعا حضرتك عارف ان القناه مكتوب عليها احمد حسن فقط. هم جابوا بقى الاسم بالكامل والعنوان حتى الرقم القومي وتأكدوا من صحة البلاغ. هي دي آخر التطورات القانونية في الدعوة اللي رفعتها سامة محمد ضد اليوتيوبر أحمد حسن واتهمته فيها بالتحرش. وإي تي بالعربي اتواصل مع محاميها أشرف فرحات عشان يعرف تفاصيل القصة من بدايتها. تمت التحقيقات قدام النيابة العامة في نيابة البساتين، وتم السؤال المجني عليها وكافة التفاصيل، وقدمنا كل الحاجات اللي موجودة من مستندات وسكرين شوت يعني خاص بالموضوع، الحوارات اللي كانت بتدور والفويس اللي كان موجود. والخطوة اللي جاية إن شاء الله المفروض إنها هتكون استدعاء أحمد حسن لمناقشته حول الاتهام الموجه ليه وحول ما انتهت إليه التحريات ونتيجة الفحص الفني لإدارة الإدارة العامة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. فطبعا هنشوف بعد كده إيه اللي هيحصل، وحسب المعطيات دي هتكون نتيجة الحكم. الطبيعي والمتوقع إنه هيتم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية. أنا بالنسبة لموضوع الأحكام أنا دائما أبدا ما بحبش أصادر على هذا الأمر، لأن كل قضية بيبقى ليها ظروف معينة والقاضي هو صاحب الحق في توقيع العقوبة ليرها يعني تتناسب مع الحدث. مش عايزين نقول الجرائم العقوبات المتوقعة أو الأمور المتوقعة في هذا الصدد يعني. خلينا مع المحاكمات، خلينا لكل مقال مقام أحسن يعني. وبالرجوع لبداية القصة، كانت سامة كشفت من خلال فيديو إن التعارف بينها وبين أحمد بدأ بعد ما نشر ستوري طلب فيها بنات بين سن 20 و35 عشان تصوير فيلم قصير. البنت زيها زي أي حد طبعا ممكن يشوف الإعلان ويبعت رسائل، بعتت له طب انا سني 19 سنة ينفع، وما انتظرتش انه هيرد عليها لان هي كده كده مش متوافر فيها اللي هو طرحه، الا انها اتفاجئت انه هو رد عليها وقال لها ايوه وماله مفيش مشكلة بعتيلي صورة وكده. المهم بس تعالي على الواتساب وبعت لها الرقم بتاعه. هي طبعا ما تقدرش تعرف الرقم الشخصي بتاع احمد حسن، فبعت لها الرقم بتاعه، ومن هنا بدأت المعرفة ما بين سارة وأحمد حسن اللي استغرقت دقايق يعني، مش معرفة طويلة ولا حاجة. والمحامي أشرف فرحات بيكشف عن اللي حصل بعد ما بعتت سما الصورة. فرح بدأ يعلق على هذه الصور بطريقة يعني توحي بأن الأمر يعني في شيء من المجاملة مش أكتر يعني، ما توقعتش أو حطت في ذهنها إن ممكن يكون بيقود هذا الأمر أو هذا الحديث إلى أمر يعني مشين يعني. انتي جميلة، انتي كذا، انتي كذا، دي امور عادية ممكن اي شخص يقولها لاي حد يعني. لغاية لما بدأ يقول لها انتي جسمك ابيض من حياتي وتعالي وتعالي النهاردة، تعالي مش عارف ايه، قلت له انا ما ينفعش اجي النهاردة يعني. حتى البنت وهي بتتكلم بتلقائية، طب قلت له طب ما نتقابل في مكان عام علشان نشوف الموضوع ايه، واذا كان كده موضوع التصوير اكيد يعني احنا هنصور يعني زي مقالب كده والحاجات اللي انت بتعملها انت وزينب. قال لها لا احنا هنمثل فيلم. قالت له زي ايه يعني؟ فراح قال لها عروسة وعريس وهتنبسطي ومش هتنبسطي، وبدأ يستدرجها الى امر تاني بطريقة معينة وكلام فادش للحياة يعني. وعشان كده كان من الطبيعي ان ما تصدقش سما ان احمد شخصيا هو اللي بيتواصل معاها، وعشان يثبت لها ده بعت لها الفويس ده. طيب يا بنتي ده فويس بصوتي عشان اتأكد ان انا انت كده عارفه صوتي مظبوط. وبعدين بدا بقى يتكلم بصريح العباره، هنلعب عروسه وعريس وي وي والكلام ده كله. طبعا هي بعدها قفلت الحوار معاه في هذا الامر الى ان توصلت لاحد الشخصيات على اليوتيوب، فكانت يعني بتحكي له الموضوع اللي تعرضت ليه والحاجات المواقف دي. فالراجل لما تاكد من صحه اللي هي بتقوله حب يصور الصورة بطريقة معينة، فطلعت الصورة بالفيديو اللي اتعمل ده يعني، بغض النظر عن طريقة العرض اللي هي انا نفسي كمحامي وهي سامة نفسها بعد كده استوعبت ده، انا رفضتها في طريقة العرض، ولكن
هي ما عندهاش اي خبره، ما عندهاش اي ثقافه خاصه بالموضوع ده، انها مثلا لازم تعمل حاجه معينه ولا تستعطف ناس في حاجه معينه. لا لا، ما فيش استعطاف، ما فيش اي حاجه، هي طلعت حكت الموضوع كما حدث معها بالظبط يعني بالتفصيل. انصح كل بنت يعني ما تتكلميش مع اي حد من المشاهير، كبري نفسك بنفسك. اي بنت حصل معايا موقف زي كده، سواء في شات سواء في واقع سواء في اي حاجه، ما تخافيش اطلعي واتكلمي عشان تخلي الشخص ده عبره، يعني لمن يعتبر زي ما بيقولوا.